بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد صوم شهر رمضان، جعله ركناً من أركان الإسلام، لكنه سبحانه برحمته رفع الحرج عن عباده يسر لهم فرخص للمعذورين بأن يفطروا في رمضان وأن يقضوا ما أفطروا من أيام أخر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرخص للمسافر ورخص للمريض أن يفطر في رمضان وأن يقضي ما أفطراه بعدد الأيام من أيام أخرى. وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله، فقال: باب الصوم في السفر وغيره. ما علمنا من الآيات أن الله رخص للمسافر وللمريض ولأصحاب الأعذار الذين يشق عليهم الصيام في حالة العذر، بيّن الشيخ رحمه الله هذه الترجمة أن هناك أحاديث تدل على أن المعذور إذا صام فإن صومه يصح، إن أخذ بالرخصة وأفطر فله ذلك، وإن صام مع وجود العذر فصومه صحيح عند جمهور أهل العلم. لهذا قال: باب الصوم في السفر وغيره. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. نعم، هذا حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، كان كثير الأسفار في رمضان وفي غيره، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر، لأنه يجد قوة على الصيام، وصومه في السفر أيسر عليه من القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم خيره وقال له: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فدل على أن المسافر لا يتعين عليه الفطر، بل هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن إن كان يشق عليه الصيام في السفر أو يحتاج إلى الإفطار لعمل يقوم به فإن الفطر أفضل له، وإن كان لا يشق عليه الصيام فله أن يصوم، وهذا أمر على التخيير. نعم. عن أنس بن مالك
رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم، وهذا أيضا يدل، هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأن منهم من يفطر ومنهم من يصوم، ولا يعيب أحد على أحد، لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فدل على جواز الأمرين، الإفطار أو الصيام. والجواز لا إشكال فيه عند جمهور أهل العلم، لكن الأفضل هو على التفصيل الذي قلنا، إن كان عليه مشقة فالإفطار أفضل له ولا يشق على نفسه، أو كان يحتاج إلى الإفطار من أجل عمل يقوم به في السفر، كان يخدم المسافرين أو هو مستأجر مع المسافرين يقوم بعمل، وإذا صام يشق عليه، فالأفضل له أن يفطر. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، وهذا كما سبق يدل على جواز الصيام في السفر، فإنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة حر، فأكثرهم أفطر أخذاً بالرخصة والسهولة، وما صام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قوة على الصيام، كذلك عبد الله بن رواحة يجد القوة على الصيام، فمن كان يجد القوة على الصيام فلا بأس أن يصوم في السفر. واليوم بمناسبة وسائل النقل المريحة الآن، فإن المسافر بالخيار، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لأنه لا يشق عليه الصيام بسبب توفر وسائل الراحة في سفره، ولأن هذا إذا صام في السفر أسهل عليه من القضاء، لأن القضاء يثقل عليه أو ينشغل عنه، ولا شك أن الصيام في رمضان أنشط للإنسان من الصيام في غير رمضان. فالذين يسافرون اليوم في وسائل النقل السريعة والمريحة لا نقول لا يجوز لكم الإفطار، بل يجوز لهم الإفطار، لأن الله علق الإفطار بالسفر، من كان منكم مريضاً أو على سفر علق الإفطار بالسفر مطلقاً، فما دام أنه مسافر فله أن يفطر، وإن لم يشق عليه فله أن يصوم، فلا ينكر على من صام ولا ينكر على من أفطر، خصوصاً في هذه الأيام التي توفرت فيها وسائل الراحة وطويت المسافات البعيدة سافرها في ساعات، فلا شك أن الصيام يكون متيسرا، فمن صام فلا حرج ولا ينكر عليه، ومن أفطر لا ينكر عليه لأنه أخذ بالرخصة وإن كان ليس عليه مشقة. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. نعم، هذا يدل على أنه إذا كان المسافر يشق عليه الصيام فإن فطره أفضل، فهذا الرجل صام
وشق عليه الصيام حتى إنه احتاج إلى إسعاف، إسعافه الصحابة رضي الله عنهم، ظللوا عليه والتفوا عليه، فهذا دليل على تراحم الصحابة فيما بينهم، تعاونهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد، هذا الزحام من الصحابة، سأل ما هو السبب، فأخبروه أنه رجل صام فحصل عليه مشقة فاحتاج إلى أن يضلل عليه. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في هذه الحالة، حالة المشقة، ليس من البر الصيام في السفر إذا شق على الإنسان. والبر هو فعل الخير، البر هو الخير وفعل الطاعة، فدل على أن من يشق عليه الصيام في السفر فإفطاره أفضل من صيامه، ولا يتكلف الإنسان، يكلف نفسه، لأن هذا الصيام الذي يصل إلى هذه الدرجة يعد من التنطع، والدين حريص على تسهيل على الناس والأخذ بالتيسير. نعم. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عليكم هذه كلمة حث، عليكم كلمة حث، حث كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فهي كلمة حث وهي بمعنى فعل الأمر، ولهذا نصب أنفسكم بعدها. عليكم برخصة الله أي الزموا رخصة الله وخذوا بها. فهذا فيه دليل على أن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، والرخصة في اللغة مأخوذة من التسهيل، من التسهيل والتيسير، والشيء الرخص هو اللين، الرخص هو اللين، فالرخصة في اللغة مأخوذة من التسهيل والتيسير. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الدليل الشرعي على وجوب صيام رمضان، والإفطار يخالف هذا الدليل، لكنه لمعارض راجح وهو التيسير على من يجد المشقة. فالأخذ بالرخص الشرعية إذا احتاج إليها الإنسان أفضل من الأخذ بالعزيمة، العزيمة ما ثبت على وفاق الدليل، هذا العزيمة ما ثبت على وفق الدليل وليس له معارض، هذه هي العزيمة. فالأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها أفضل من الأخذ بالعزيمة. فمثلاً المسافر إذا صام فقد أخذ بالعزيمة، وإذا أفطر فقد أخذ بالرخصة، والأخذ بالرخصة عند الحاجة أفضل، لأن الله يحب التيسير على عباده. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يختار الأيسر ما لم يكن الأخذ بالأيسر فيه إثم، إنه يتركه. ولهذا قال: عليكم برخصة الله، هذا حث على الأخذ بالرخص الشرعية عند الحاجة إليها، وأنه أفضل من الأخذ بالعزيمة. أما الذي يتتبع الرخص من غير حاجة ومن غير، فهذا مذموم، الذي يأخذ بأقوال العلماء التي يهواها وتوافق هواه تشهيا، هذا يخشى عليه من الضلال. ولهذا يقول العلماء: من تتبع الرخص تزندق. فالذي دائما يحرص على الأخذ بالأقوال التي تصلح
لهواه وتوافق هواه هذا مذموم. أما الذي يأخذ بالأقوال الصحيحة التي يدل عليها الدليل وفيها تيسير عليه وهي عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا غير مذموم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. نعم. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. نعم. فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. وهذا يدل كما دلت عليه الأحاديث التي قبله أنه يجوز الإفطار في السفر ويجوز الصيام، وأنهم هكذا كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن عرضت لهم حالة، تنبهوا، عرضت لهم حالة وهي أنه اشتد الحر عليهم واحتاجوا إلى الظل من شدة الحر، وأكثرهم ظلا صاحب الكساء، يعني الذي معه ثوب يستظل به، والذي ليس معه ثوب يستظل بيده من شدة الحر. فنتج عن ذلك أن الصائمين تساقطوا وعجزوا عن الحركة، والمفطرون نشطوا وقاموا بالعمل فضربوا الخيام وسقوا الإبل، سقوا الركاب، لأنهم مفطرون ويقوون على العمل. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. دل على أنه إذا احتيج إلى الإفطار في السفر أنه أفضل من الصيام. إذا احتيج إلى الإفطار في السفر أنه أفضل من الصيام. فالذين أفطروا صاروا أكثر أجراً من الذين صاموا، لأنهم قاموا بالعمل وخدموا إخوانهم فحصلوا على الأجر في إفطارهم. دل على أن الذي يأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها يؤجر، الذي يأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها يؤجر على ذلك، ويكون أكثر أجراً من الذي أخذ بالعزيمة. وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة، تيسيرها، ويدل أيضاً على فضيلة خدمة الأصحاب والرفاق في السفر، على فضيلة خدمتهم والقيام بمصالحهم، وأن هذا فيه أجر، لأنه من التعاون على البر والتقوى ومن بذل المعروف ومساعدة المحتاج. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان. نعم. من جملة الأعذار التي يفطر من أجلها في رمضان الحيض بالنسبة للمرأة، الحيض والنفاس، فالحائض والنفاس يجب عليهما الإفطار، يجب عليهما الإفطار، ولا يصح منهما الصيام ولا الصلاة. المسافر يباح له الإفطار، أما الحائض والنفاس فيجب عليهما الإفطار ولا يصح منهما الصيام، لأن الصوم مع الحيض يضعف المرأة، لأنها يخرج منها الدم الذي فيه حياتها ونشاطها، يخرج منها الدم الذي به غذاء جسمها. فإذا اجتمع الصيام مع خروج الدم تحصل المشقة العظيمة،
من رحمة الله جل وعلا أنه أباح أو أنه أوجب الإفطار على الحائض ومنعها من الصوم، فلو صامت لم يصح صومها، وأيضا وضع عنها الصلاة فلا تصلي مدة الحيض، فإذا انقضت الحيضة فإنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة، فلو وجب عليها القضاء وقد تكون عادتها أيام كثيرة شق عليها قضاء الصلوات، أما الصيام فإنه لا يتكرر وقضاؤه ميسر، فلذلك وجب عليها قضاء الصيام دون قضاء الصلاة، وهذا مذهب، وهذا بإجماع أهل العلم، لم يخالف فيه إلا زمرة من الخوارج يوجبون على الحائض أن تقضي الصلاة، وهذا ضلال والعياذ بالله، لأن الخوارج كما تعلمون ليس عندهم فقه وليس عندهم علم بدين الله عز وجل، فهم يقعون في الاجتهادات الضالة الخاطئة، منها هذه المسألة. أما جمهور الأمة وعلماء الأمة وفقهاؤها فإنهم لا يوجبون لا يرون مشروعية قضاء الصلاة أصلا، وإنما يوجبون عليها قضاء الصيام فقط. وقد جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين سألتها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن يعني هذا سؤال غريب. فقالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والدين ليس بالرأي، إنما الدين بالدليل والاقتداء والاتباع. فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليها هذا السؤال، فلما تثبتت منها وأنها ليست من الخوارج أجابتها، لأن هذا أمر يرجع فيه، هذا الأمر يرجع فيه إلى الشرع، والشارع إنما أمر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة. فالحائض تفطر عدة أيام الحيض، فإذا طهرت تصوم بقية الشهر، فإذا انتهى الشهر تقضي الأيام التي أفطرتها، والقضاء موسع وقته ما بين الرمضانين، القضاء موسع وقته ما بين الرمضانين، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت في هذا الحديث، وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، ويقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن قضاء رمضان موسع ما بين الرمضانين. قالوا: إلا إذا لم يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي يجب قضاؤها، حينئذ يتعين القضاء لأنه ضاق الوقت، مثل الصلاة وقتها موسع، لكن إذا ضاق وقتها تعين فعلها قبل أن يخرج الوقت، وكذلك قضاء رمضان إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدر الأيام التي على المسلم إنه يتعين عليه القضاء، بحيث لا يدركه رمضان الجديد وعليه قضاء، إلا إذا كان معذوراً ما يستطيع القضاء حتى دخل عليه رمضان الجديد، فهذا يصوم الشهر الجديد ويقضي ما عليه من رمضان القديم بعد ما ينتهي الشهر، وليس عليه شيء غير القضاء، ليس عليه غير القضاء. أما إذا أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان
فإنه يصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى يقضي ما عليه من رمضان الماضي ويكفر. أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأنه يكفر عن كل يوم إطعام مسكين عن التأخير، فيقضي ويكفر، القضاء لا يسقط عنه بحال من الأحوال وهو يستطيعه، ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لأنه مفرط في تأخيره. أما إذا كان معذورا بين الشهرين بين الرمضانين معذور، فإنه يكفي القضاء ليس عليه كفارة. وعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى أن لا يبقى قبل رمضان إلا قدر الأيام التي عليها، وقد بيّنت السبب في هذا التأخير، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويحتاج إلى أن تخدمه وإلى أن يستمتع بها، وكان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها، فلذلك تحتاج إلى تأخير القضاء من أجل أن تتفرغ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس هذا تساهلا منها، ليس تساهلا منها في القضاء، وإنما هو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم، عرفنا أن المفطر في رمضان يلزمه القضاء عدد الأيام التي عليه، لكن لو مات قبل أن يقضي، مات قبل أن يقضي ما عليه، هذا إذا مات ما بين الرمضانين ليس عليه شيء، لأنه موسع له، لأنه موسع له، فإذا مات قبل أن يأتي رمضان آخر ليس عليه شيء، لكن لو أخر حتى أتى رمضان الآخر ثم مات، فهذا هو الذي محل البحث. الحديث يدل على أنه يصوم عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ووليه هو قريبه، قيل يختص هذا بالوارث، وقيل لا، هذا كل قريب، كل قريب منه سواء كان وارثا أو غير وارث، وهذا من باب الإحسان أيضا، ما يلزم الولي أنه يصوم عنه، وإنما هو من باب الإحسان وإبراء ذمة الميت، صام عنه وليه يعني من باب الإحسان لا من باب الوجوب. هذا الحديث يدل على دخول النيابة في القضاء، في قضاء الصيام، دخول النيابة في قضاء الصيام، مع أن الصيام عمل بدني، والقاعدة أن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد لأن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، والصيام عمل بدني. فمن العلماء من ذهب إلى هذا وقال لا يصام عن الميت لأن الصيام عمل بدني والأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، ومنهم من قال يصام عن الميت مطلقا سواء ما وجب بأصل الشرع كرمضان أو ما وجب بالنذر، ما وجب بالنذر كما لو نذر صوما ولم يتمكن إنه يصام عنه. قد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وحتى عند البخاري في بعض الروايات: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. قالوا: من مات وعليه صوم سواء كان من رمضان أو بنذر إن وليه يصوم عنه، لعموم الحديث الذي في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولم يفصل. والرواية التي فيها صوم نذر وقال بها الإمام أحمد قالوا هذا لا يدل على التخصيص، هذه بعض صور العام،
هذه بعض صور العام، وبعض الصور للعام لا تخصصه. هذا قول وعليه كثير من أهل العلم أنه يقضى عنه مطلقا ما وجب بأصل الشرع وما وجب بالنذر لعموم الحديث ولما يأتي أيضا. القول الثالث أن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى كرمضان، وما وجب بالنذر يقضى عنه، أخذا بالرواية التي فيها من مات وعليه صوم نذر، ولأن الصيام عمل بدني والعمل البدني لا تدخله النيابة، وإنما يخصص صوم النذر للرواية التي جاءت من مات وعليه صوم نذر. قالوا صوم النذر بمنزلة الدين، فكما أن الدين يقضى عن الميت فكذلك صوم النذر، لأنه دين في ذمته. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وهو مذهب أحمد كما حكاه الترمذي وغيره. التفصيل، هذا التفصيل، أن من مات وعليه صوم من رمضان لا يصام عنه، ومن مات وعليه صيام نذر يصام عنه. لكن ماذا يصنع بصوم رمضان؟ قالوا يكفر، يكفر عنه، يكفي، يطعم عن كل يوم مسكين ويكفي. عندما عند الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يكفر عنه، يطعم مسكينا عن كل يوم. فالأقوال ثلاثة إذن. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: فرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. نعم، هذا يدل للقول الثالث الذي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم مذهب الإمام أحمد، أنه لا يقضى الصوم الواجب بأصل الشرع، وإنما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر، لأنه هو الذي أوجبه على نفسه، فصار بمنزلة الدين، والدين يقضى عن الميت، وكذلك الصوم. والسائل للرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أنه رجل، وفي الرواية الثانية أنه امرأة، ولا يترتب على اختلاف السائل، لا يترتب عليه شيء، كله سواء، سواء سأله رجل أو امرأة. فدل هذا الحديث على أنه يقضى صوم النذر عن الميت، وهذا محل إجماع تقريبا، صوم النذر، إنما الخلاف في صوم رمضان هو اللي محل الخلاف كما سبق. وفيه زيادة فائدة، وهي قوله: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه أو أكنت قاضيته؟ فقال: نعم، أو قالت المرأة: نعم. قال: اقضوا الله، الله أحق بالوفاء أو بالقضاء. هذا أخذ منه مشروعية الأخذ بالقياس. القياس كما تعلمون هو أحد الأصول، أصول الأدلة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس عند الجمهور. فهذا الحديث دليل على أن القياس يستدل به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس صوم النذر أو صوم رمضان، قاسه على الدين الذي للآدميين، فدل على أن القياس دليل شرعي، وأول من قال، من قاس الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أبرز الأدلة للقائلين بحجية القياس.
خلافا لمن أنكره كالظاهرية. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا من آداب الصيام، من آداب الصيام تأخير السحور، تعجيل الفطر، تأخير السحور إلى أن يتبين طلوع الفجر، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين، شوف، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الفجر فإنه يحرم الأكل والشرب ويلزم الإمساك، وما لم يتبين الفجر فالأصل بقاء الليل ويجوز الأكل والشرب والإفطار عند غروب الشمس، عند بداية الليل، وبداية الليل تحصل بغروب الشمس. فيستحب للصائم أن يؤخر السحور ولا ينتهي سحوره إلا بطلوع الفجر، هذا هو السنة، وأن يعجل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، إما برؤية أو غلبة ظن أو إخبار ثقة أن الشمس قد غربت، لأنه إذا غربت بدأ الليل ولا يجوز الزيادة على المشروع. فما دام الناس متمسكين بهذه السنة وهي تأخير السحور، تعجيل الفطر، فهم بخير، لأن التمسك بالسنة خير. وإذا خالفوا هذه السنة، إذا خالفوا هذه السنة فقدموا السحور قبل الفجر وأخروا الإفطار بعد غروب الشمس، فهذا بدعة، هذا بدعة، والبدع شر، شر الأمور محدثاتها، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حدث هذا، فإن الخوارج والشيعة لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، ما يفطرون عند غروب الشمس حتى تشتبك النجوم ويظلم الجو، وهذا من الغلو والعياذ بالله، مخالفة السنة. فمن ترك السنة وقع في الشر، ومن تمسك بالسنة فإنه يحصل له الخير. فهذا فيه الحث على لزوم السنة، وأن فيه الخير، وفيه التحذير من البدعة وأنه شر. ولا يقول هذا زيادة خير وهذا زيادة عبادة، لا، هذا زيادة شر، لأنه بدعة، وشر الأمور محدثاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، وليس هذا بطاعة وإنما هو معصية. وإن كان صاحبه يزعم أنه طاعة وأنه زيادة خير فهو شر. لا يزال الناس بخير، ما يزال أمر هذه الأمة على خير ما دامت متمسكة بالسنة في الصيام وفي غيره، في الصيام والإفطار وفي غيرهما، فإن التمسك بالسنة خير والأخذ بالبدعة شر أياً كانت، دون نظر إلى نية صاحبها، فإنها شر ومعصية وليست عبادة لله عز وجل، وهي تبعد صاحبها عن الله وتوجب عليه الإثم. فلا خير في البدع مهما كانت. والذين يفرقون بين البدع، يقولون هناك بدعة حسنة، هؤلاء كذبة، يكذبون على الله وعلى رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهم يقولون: لا، ليست كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة. فنقول: كذبتم، ليس هناك بدعة حسنة، بل كل البدع ضلالة، كل البدع ضلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والشاعر يقول: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. المحدثات البدائع شر الأمور، أخذا من الحديث، شر الأمور محدثاتها. فهذا الحديث فيه الحث على تأخير السحور، وأنه تستمر إباحة الأكل والشرب
إلى أن يطلع الفجر، وأن الإفطار يحل عند غروب الشمس وهو سقوطها في الأفق، وعلامته علامة الغروب إقبال الليل من المشرق، إقبال الليل من المشرق. أما لو أن الشمس غابت في جبل أو في مبنى أو في مرتفع من الأرض هذا ليس غروباً، لأنه لا يظهر الليل من المشرق، الليل ما يظهر من المشرق إلا إذا غربت في الأفق، أما إذا غربت في مرتفع فإن الليل ما يأتي من المشرق. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا علامتين، قال إذا أقبل إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أي نعم، هذا هو الحد الفاصل بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل، لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، عجلوا الفطر. متى يحصل الفطر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وضع علامة واضحة، وضع علامة واضحة وهي غروب الشمس في الأفق، وعلامة غروبها أن يقبل الليل من المشرق، يقبل الليل من المشرق. فإذا اجتمعت العلامات الثلاث، أقبل الليل من ها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني انتهى الصيام سواء أكل أو شرب أو لم يأكل، انتهى الصيام. فلو امتنع من الأكل والشرب بعد الغروب ما له أجر ولا يعتبر صائما، انتهى الصيام ليس له أجر. وإذا اعتقد هذا وقصده يكون آثما والعياذ بالله، لأنه مبتدع. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، سبقت الأحاديث في الحث على الإفطار عند غروب الشمس، على السحور عند قبل طلوع الفجر، وعلى الإفطار عند غروب الشمس، وألا يستمر في صيامه أكثر من اليوم، الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصيام، فلا يصله بيوم آخر. الوصال معناه أن يقرن بين اليومين، فلا يتسحر بينهما ولا يفطر بينهما، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يصل الإنسان بين يومين لا يأكل بينهما ولا يشرب في السحور والإفطار، لأن هذا فيه مشقة على العباد. الله جل وعلا يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. الصيام إذن ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يقرن يوم بيوم لما في ذلك من الحرج على الأمة. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، الرسول كان يواصل بين الأيام لا يفطر بينها، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه، الرسول له خصائص لا يشارك فيها، من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوصال له، لأن هذا لا يشق عليه. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني. والعلماء ذكروا أن هذا الطعام وهذا، منهم من قال أنه يؤتى بطعام من الجنة، شراب من الجنة،
وهذا غير صحيح، لأنه لو أتي بطعام وشراب ما كان صائما. والصحيح أنه أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني أن الله يقويه فلا يحتاج إلى الطعام والشراب. الرسول يقويه الله بما يفيض عليه من معرفته والأنس به والتلذذ بعبادته، فلا يحتاج إلى الأكل والشرب. أما غيره فلا يحصل على هذا، هو بحاجة إلى الأكل والشرب. فالوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يشاركه في هذه الخصيصة. ولما ألح عليه أصحابه في أن يواصل بهم، واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم يوماً ثم ظهر الهلال، قال لو زاد لزدتكم، كالمنكر لهم، كالمنكر لهم لما أبوا أن يقبلوا الرخصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يرضى لأمته بالمشقة بل يحب لهم التيسير. فلذلك من واصل الأيام وهو صائم فإنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. وإن احتج أحد بوصال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه رخص بالوصال إلى السحر. فمن استمر إلى السحر ولم يفطر عند غروب الشمس، الرسول رخص له بذلك مع أنه لم يرغب فيه، لم يرغب فيه. من كان مواصلاً فليواصل إلى السحر. نعم، من كان، قال من كان مواصلاً، ما قال واصلوا إلى السحر، قال من كان مواصلاً. الذي يرغب في الوصال يواصل إلى السحر فقط. نعم. باب أفضل الصيام وغيره. يكفي. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم صوم التطوع للمسافر كالاثنين والخميس والأيام البيض، وخاصة إذا كان هذا المسافر يداوم عليها في الإقامة؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يصوم تطوعا أو يصوم فريضة، لا بأس بذلك. لكن إذا كان يشق عليه فالإفطار أفضل كما عرفتم، أو كان يحتاج إلى الإفطار لعمل أو لخدمة رفقائه فالإفطار أفضل. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يشترط عند الإفطار سماع المؤذن القريب من المكان، أم أنه يكتفى بدخول الوقت؟ الأذان علامة على الإفطار، فإذا عرف هو بنفسه، عرف هو بنفسه الوقت، إنه يعمل بذلك. أما إذا لم يعرف هو فيعتمد على الأذان، يعتمد على الأذان. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا في أحد شهور رمضان أفطرت متعمدا ليس لي عذر، وإنما كنت متهاونا في بعض أمور الدين، والآن تبت ولله الحمد والله يقبل مني توبتي، فهل أقضي هذا اليوم الذي أفطرته؟ نعم، يجب عليك قضاء اليوم الذي أفطرته، وإن كان من رمضان قديم فيجب عليك مع القضاء أن تطعم مسكينا كفارة عن التأخير. أما إن كان من رمضان القريب فليس عليك إلا القضاء. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: ما حكم خروج المذي في نهاية رمضان لشهوة كمداعبة الزوجة، مع الجهل بالحكم ولا أعلم عدد تلك الأيام، وهذا في رمضان قبل الفائت؟ الصحيح أن خروج المذي لا يبطل الصيام، إنما يبطله خروج المني بشهوة. أما خروج المذي فالصحيح أنه لا يبطل الصيام، ولكن يتجنب الإنسان الوسائل التي تفضي به إلى فساد صيامه، تكرار النظر ومباشرة امرأته إذا كان يخشى عليه من غلبة الشهوة، تجنب هذه الأمور، لأن
الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يترك الإنسان شهوته لأهله لأجل الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن أسباب التي تفسد صومه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل عليه قضاء يوم ونسي حتى أدركه رمضان الآخر، فماذا يجب عليه مع أنه نسي اليوم ولم يتعمد التأخير؟ عليه القضاء، وما دام أنه نسي إنه لا إثم عليه في النسيان، لكن يلزمه القضاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا رجل أصوم يوم وأفطر يوم، وقد أصوم يوما. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أنا رجل أصوم يوما وأفطر يوما، وقد يصادف يوم فطري يوم اثنين أو نحوه، فهل الأفضل أن أصومه أو لا؟ لا، إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما تستمر على هذا ولو صادف يوم الاثنين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الشباب يرفضون استعمال التوقيت مثل تقويم أم القرى. بعض الشباب إيش؟ يرفضون استعمال اي نعم يا شيخ، اي استعمال المواقيت مثل تقويم أم القرى، فيزعمون أنهم يعتمدون على رؤية الشمس، وأحيانا تكون السماء كثيرة السحاب ولا يعتمدون على التوقيت، وقد يفطرون في رمضان قبل الوقت المحدد في التوقيت، فهل فعلهم هذا صحيح؟ يا أخواني، أنا قلت لكم أكثر من مرة: إياكم والشذوذ، إياكم والشذوذ. فالذي يصوم مع المسلمين، يفطر مع المسلمين، مع جماعة المسلمين، هذا هو الواجب. أما الشذوذ بالرأي وأنه يفطر ويصوم ويخالف المسلمين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز له أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون، والصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. المسلمون إن شاء الله فيهم خير، فلا يجوز لفرد أنه يخالف المسلمين. وفي الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي الحديث: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أنتم في مجتمع مسلم ومحافظ ولله الحمد، حريص على العمل بالسنة، ألا تخالفوه في اجتهاداتكم ونزعاتكم، أو يغركم بعض دعاة الضلال الذين يريدون تشتيت المسلمين وتفريق جماعتهم لهذه الأمور. احذروا من الشذوذ، احذروا من الشذوذ في الصيام وفي غيره. صوموا مع المسلمين وأفطروا مع المسلمين والحمد لله. وتقويم أم القرى محل ثقة، لأنه مدروس ومعتمد ومعممته الدولة بعد التأكد منه، فالعمل عليه بلا شك. والمسلمون يعتمدون في الأذان وفي الصلاة وفي، ولا جرب عليه خطأ. واللي يقولون إنه في خطأ ما عندهم علم ولا عندهم معرفة، إنما هو رجم بالغيب، رجم بالغيب. والتقويم هذا معمد له لجان وفلكيين وعلماء اجتهدوا في تحريه وتطبيقه، فهو إن شاء الله معتمد ومحل ثقة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يجاب عن قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه؟ ما هي بدعة شرعية، هذه بدعة لغوية، بدعة لغوية ليست البدع في الدين لا تجوز لا عند عمر ولا غيره، وإنما قصده البدعة اللغوية، شيء لم يسبق له مثيل، مثل جمعهم على إمام واحد. كانوا يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، يعتبر هذا من ناحية اللغة بدعة، لأنه شيء ما ألفوه من قبل، فيعتبر هذا بدعة لغوية لا بدعة شرعية. لأن التراويح ليست بدعة يا أخوان، صلاتها جماعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر إنما أعاد سنة الرسول
جمعهم على إمام واحد، وكانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح ليالي من رمضان، إلا أنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليالي. فصلاة التراويح جماعة على إمام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست بدعة، فيجب أن نعرف هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز صيام الست من شوال ثم صيام القضاء من رمضان؟ الأحوط أن الإنسان يصوم القضاء أولاً ويصوم الست بعد القضاء، لأن هذا ظاهر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، فإذا كان عليه قضاء يصومه حتى يصدق عليه أنه صام رمضان ثم يصوم بعده الست من شوال. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من الممكن أن نقول إن الفطرة في السفر أفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ حيث هذا له سبب، قال الرسول: ليس من البر الصيام في السفر، عرفتم سببه، وهو أن هذا الرجل ظلل عليه، تكلف ظلل عليه، فقال ليس عمله لا ليس من البر، لأنه شق على نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد صمت لمدة 10 سنوات ولكني لم أكن أصلي، والآن تبت والحمد لله، فكيف أقضيها وهل أطعم عن تلك الأيام؟ الذي لا يصلي ليس مسلما، حتى لو صام صيامه ما هو صحيح. لو صام وصلى الليل والنهار تراويح ونوافل وهو يترك الفرائض، عباداته غير صحيحة، هباء منثور. ولكن إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة في المستقبل هذا يكفي إن شاء الله، لأنه دخل في الإسلام من جديد. نعم. وليس عليه قضاء، ما دام لا يصلي ليس عليه قضاء. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، يقول السائل: ذكرتم في كتابكم الملخص الفقهي في معنى هذا النص، وأن الحائض إذا طهرت والصغير إذا بلغ والمسافر إذا وصل إلى بلده في نهاية رمضان يلزمه إمساك باقي اليوم وعليه القضاء، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ما الحكمة من إمساك هؤلاء بقية اليوم مع أنهم سيقضون هذا اليوم فيما بعد؟ والسؤال الآخر هو: لماذا نقول بأن هؤلاء يلزمهم إمساك باقي اليوم ولا نقول بأنه يستحب لهم الإمساك لأن سبب إفطارهم هو عذر شرعي؟ وأريد أن أفهم المسألة. المسألة ما أنا ما جئت شيء من عندي، هذا كلام الفقهاء، هذا كلام الفقهاء، يقولون من علم بدخول الشهر في أثناء النهار أو طهرت الحائض أو بلغ الصغير أو أسلم الكافر أو قدم المسافر يلزمه الإمساك بقية اليوم، والحكمة في ذلك احترام الوقت، هذه الحكمة، لأنه زال عذره الذي أباح له الإفطار زال، فعليه أن يمسك بقية اليوم ويقضي، لأنه لم يصم يوما كاملا، يقضي لأنه لم يصم يوما كاملا، هذا وجه أنه يمسك احتراما للوقت، لأنه زال عذر الإفطار. والرخص إنما يعمل بها بقدرها، ويقضي لأنه لم يصم اليوم كاملا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أول ما بلغت صمت بعضا من رمضان في السنة التي بلغت فيها. نعم. يقول السائل: أول ما بلغت صمت بعضا من رمضان في السنة التي بلغت فيها. نعم. ولم أكمل صيام الشهر ولا أدري كم مدة الأيام التي أفطرتها، وهذا قبل قرابة 10 سنوات، فما الواجب علي الآن؟ الأيام التي أفطرتها قبل البلوغ ليس عليك فيها شيء ولا تقضيها، ما تقضيها، إنما تقضي ما حصل بعد البلوغ، ما أفطرته بعد البلوغ تقضي، أما ما أفطرته قبل البلوغ من أول الشهر فليس عليك قضاء، لأنه ليس عليك صيام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نستطيع تحديد أفضلية الأعمال؟ هل يكون ذلك بناء على النفع المتعدي للآخرين، أم يكون بناء على المشقة والجهد الذي يكون أصلا في العمل وليس بمتكلف؟ أفضلية الأعمال تعرف بالدليل يا أخي، بالدليل، ما تعرف بالاجتهاد أو بالتحري، إنما تعرف بالدليل. فما دل الدليل على أفضليته أخذنا به، ما لم يدل عليه دليل ما نقول هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: شخص أفطر على الأذان وبعد ذلك يقول شخص أفطر على الأذان وبعد ذلك تبين أن المؤذن تقدم عن الوقت بشيء يسير، فهل عليه القضاء؟ إذا غلط المؤذن، لأن يعني بعض المؤذن بشر يمكن يغلط يؤذن قبل الوقت، فإذا ثبت أنه أذن قبل غروب الشمس يجب القضاء على من أفطر. أما إذا لم يثبت فالأصل صحة الصيام، ما لم يثبت أن المؤذن أذن قبل غروب الشمس. نعم. فضيلة الشيخ، العلماء يقولون من أكل شاكا في غروب الشمس يقضي، لأن الأصل بقاء النهار حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أن الشمس قد غربت. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى سليمان التميمي قال: لو أخذ سليمان إيش؟ التميمي أو التيمي. نعم. أحسن الله إليك. قال: لو أخذت برخصة كل عالم أو سليمان التيمي ما هو بالتميمي. نعم. أحسن الله إليك. روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى سليمان التيمي قال: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، نرجو التوضيح. نعم، هذا كما ذكرت لكم الكلمة الثانية، يقولون من تتبع الرخص تزندق، يعني من تتبع اجتهادات العلماء ولا يأخذ إلا ما يوافق هواه منها، ولو خالف الدليل يقول ما علي يتحمله فلان، يقول لا، يعني بعض الناس يقول ما هو قاله فلان خلاص يتحمله، يقول لا، هو ما يتحمل، هو يخطئ ويصيب، فأنت ما تأخذ من اجتهادات العلماء إلا ما قام عليه الدليل، ما لم يقم عليه الدليل فلا تبرأ ذمتك في هذا، لأنه بشر يخطئ ويصيب. فهذا معنى قول سليمان التيمي: يجتمع فيك الشر كله، لأن هذه اجتهادات، ما هي بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هي اجتهادات تخطئ وتصيب، ونحن لا نأخذ من اجتهادات العلماء إلا ما دل عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الوصال إلى السحر فيه أجر وثواب؟ الظاهر والله أعلم أنه ليس فيه أجر، ليس فيه أجر، لأن الرسول قال: من كان مواصلا ما أمر به ولا ارتضاه أيضا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي حالة المأموم مع إمامه إذا نسي الإمام؟ نعم. يقول: ما هي حالة المأموم مع إمامه إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ما هي إيش؟ يقول: ما هي حالة المأموم مع إمامه إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية؟ إذا نسيها يأتي بركعة، ويلزم المأمومين أن يتابعوه، يلزم الإمام أن يأتي بركعة، إذا لم يعلم أو لم يتذكر ترك الفاتحة إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية، إذا قام إلى الركعة الثانية تلغو الأولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة، وتقوم الثانية مقامها، تصير هي الأولى، ويبني عليها، يبني عليها ويكمل صلاة ويسجد للسهو، والمأمومون يتبعونه. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك من يقول إن طلب الإنسان للشفاعة من الأموات بغير تقديم عبادة مع ذلك كذبح ونحوه، يقول: طلب الشفاعة فقط ليس شركا أكبر، بل هو بدعة وشرك أصغر، وأن هذه المسألة لا خلاف فيها عند السلف، والخلاف فيها حادث. ويقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول
بأن ذلك شركا أكبر، فهل هذا صواب؟ لا، ما هو صواب. الطلب من الأموات شرك، شرك أكبر، سواء طلب الشفاعة أو غيره. الميت لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا غيره. الشفاعة إنما تطلب من الحي، تطلب من الحي بمعنى أنك تطلب منه الدعاء، يدعو لك، والدعاء شفاعة، ادع لي يا فلان بكذا وكذا. أما الميت فلا يطلب منه شيء، وإن طلب من الميت شيئا فهذا شرك. واللي يقول أنه ما هو بشرك، هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يريد تضليل الناس، ويروحون للقبور ويقولون قال لنا فلان إن هذا ما هو بشرك، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتحمل إثمه وآثام من غرر بهم. القبور لا يذهب إليها إلا لأحد أمرين: الأمر الأول الاعتبار والاتعاظ بالموت، الأمر الثاني الدعاء للأموات والاستغفار لهم. أما أن يطلب منهم شيء هذا لا يجوز، وهو شرك، شاء هذا القائل أو أبى. ولا يغر الناس بهذه الفتوى وهذه التشكيكات، إلزموا كلام السلف، لا تحدثوا أشياء واجتهادات من عندكم وتغلطون العلماء والأئمة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أعمل في إحدى الجامعات كمدرس، نعم، ولي أحد الأصدقاء ويعمل، نعم، في مكتبة الجامعة، نعم، يقول: ولي أنا أعمل في أحد الجامعات كمدرس، نعم، ولي أحد الأصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة. أنا ما أسمع كلامك، يختلط بالميكروفون. نعم. يقول: أنا أعمل في أحد الجامعات كمدرس، ولي كمدرس ولا مدرس؟ يعني تشبه مدرس. نعم. نعم. يقول: ولي أحد الأصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة قسم الإهداء، وتأتي له كل فترة كثير من المطبوعات، وذلك لتوزيعها كهدايا على العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس ومدرسين وموظفين، نعم، كل على حسب درجته، نعم، فما هو الحكم في أن يعطيني مجموعة هذه الكتب، جميعها كتب دينية ومصاحف، وهو مسؤول عن ذلك، والتي من الممكن أن تكون مخصصة لمن هو أعلى مني في الدرجة العلمية من وكلاء أو عمداء الكليات، فما رأي فضيلتكم في تقبل هذه الهدية؟ لا يجوز هذا، يجوز، يجب عليها أن يعمل بالنظام، ما دامت الكتب أنها توزع على منسوبي الجامعة على حسب درجاتهم، على حسب درجاتهم، فلا يجوز له أنه يحابي أحداً ويعطيه شيئاً لا يستحقه ويحرم من يستحق، لا يجوز له هذا، بل عليه الأمانة، هذا عمل وأمانة، عليه أن يلزم النظام وأن يوزع الكتب على حسب الدرجات المنسوبين، كل يعطيه ما يخصه نظاماً. نعم. وإذا أراد أنه يهدي لك يشري لك من المكتبات، يشري لك على حسابه ويهدي لك اللي هو يبي، أما أنه يأخذ الأشياء المخصصة للناس ويعطيها لك هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أحوالاً ثلاثة في القضاء عن الميت وخاصة في شهر رمضان، فما هو الراجح؟ أحوال إيش؟ يقول: ذكرتم أحوالاً ثلاثة، الأحوال الثلاثة في القضاء عن الميت. قلنا أحوال يا أخي، نقول أقوال، أقوال. نعم. نعم. وخاصة في شهر رمضان، فما هو الراجح من بين الثلاثة الأقوال؟ الراجح والله أعلم ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى، وأما ما وجب بالنذر فيقضى عن الميت، لأن في رواية: من مات وعليه صيام نذر، أي مخصصة، وقال به الإمام أحمد. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.